بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. النهاردة آخر محاضرة إن شاء الله في الهيرب اللي هي الثالوفايتس. الثالوفايتس يمكن هي لها اسم تاني، أنا بسميها لورد بلانس، ودي يعني قديما كانوا بيصنفوها كجزء من البلانت كينجدم، ولكن دلوقتي طبعا في الحاجات دي أصبحت لها تصنيف تاني. فهي دي بيسموها جروب من الأورجانيزم اللي هم بيبقوا جايين من البلانت كينجدوم، ولكن ما يميزهم ان هم نوت ديفرنشيتد في روت وستيم وليفز وفلاور، يعني هم بيسموهم اللور فورمز اوف بلانت. معذرة، بيقسموهم إلى ثلاث حاجات أساسيين اللي هم حاجة بيسموها الألجي والفنجاي واللايشنز أو اللايكنز. أول حاجة هناخد تو اكزامبلز على الألجي اللي هو الفوكس أو بيسموها الراكس. الفوكس أو الراكس ده بيبقى جاي من اللي هو الثلث. الثلث زي ما احنا شايفين الجزء اللي هو ايه الجرين بارت بتاع الألجي ده، الجي طبعا بالعربي يعني طحالب، او فوكس فيسيكولوزس، وسموها فيسيكولوزس لان هي زي ما احنا شايفين كده فيها اللي هي النتوء دي اللي عامله زي ايه زي الفيسيكلز. فاميلي فوكيسي، طبعا الطحالب دي بتبقى موجوده على الشواطئ بتاعه المحيطات والبحار اللي موجوده في بريتن واسكتلند اند نورويج. الميكروسكوبيكال كاركترز بتاعتها يعني احنا مش هنركز عليها، او هي بتبقى small plants طبعا أو small lower plants، بيبقوا olive brown in color، بيبقوا طولهم حوالي 30 إلى 100 سنتيمتر in long، وتبقى لها dichotomously branched، يعني هي بتبقى لها كل branch بينقسم إلى two new branches، وطبعا هي عشان جاية من البحار فبيبقى لها اللي هو seaweed odor والسلايم بتاعها طبعا اللي هو الطعم المميز بتاع مين بتاع البحر. and disagreeable mucilaginous taste. mucilaginous taste ده يمكن يديلك فكرة عن الاكتف كونسيدوانت الموجودة فيها اللي هي الميوسيلج. خلاص، وهم سموها زي ما قلت لك vesiculosis لانها ليها bladder او small rounded bladder او vesicles. تمام، وفي الغالب البيزيكلز دي بتبقى ان بيرز، يعني ايه في صورة ازواج متراصين جنب بعض. الاكتيف كونستيتوانت فيها ميثولوجينس سبستانس، احنا عارفين يعني وخدنا يعني ايه ميثولوجينس قبل كده، يعني بولي ساكرايتس او هوتيري بولي ساكرايتس، اسمه الجين او بيسموه فيوسين، وده اللي هو الكالسيوم سولت اوف الجينيك اسيد. بتستخدم كمان وفيها كمان طبعا لان جايه من البحار والمحيطات فيها سولتس كتيره زي الايودايدز والكلورايدز اند برومايدز. طبعا بتستخدم في ايه؟ اول حاجه بريباريشن اوف الجينيتس. الالجينيتس دي يمكن تاخدوها في الصيدلانيات ان هي بتستخدم كاميلسيفاينج ايجنت. خلاص، برضه بيستخدم عشان وجود الميسوليت في معظم البريباريشنز اللي بتستخدم في treatment of obesity. خلاص، اللي هي ايه زيادة الوزن، هي عشان فيها ايودايد فبتستخدم كارديكا سورس اوف ايودين ان ثايرويد جلاند هايبو فانكشنز اللي هي بيسموها الهايبوثايرويدز. بتستخدم برضه عشان الميوسيلج اللي فيها ديو تو كونستيبيشن تريتمنت اوف كونستيبيشن، بتستخدم في الانوركسيا والنيورايتس الازمه اند انيميا. اكزامبل التاني اللي هو اللامناريا او بيسموها الكلبس. اللامناريا نفس القصة برضه، عبارة عن الثلث أو الجزء اللي هو مفروض obtained from laminaria digitata and laminaria saccharina family laminaries، طبعا موجودين برضه في البحار والشواطئ بتاعة بريتن واسكتلند اند نرويج. يمكن شايفين كميات كبيرة موجودة منها على الشاطئ. الميكروسكوبيكال كاركترز يمكن دي بتبقى أطول شوية من الفوكس، بتوصل لحد 2 متر ان لونج، وزي ما احنا شايفين النبات بيتكون من ستوك، وبعد كده الستوك بيبقى attached to rocks،
خلاص باي برانشنج بيزل بورشن، يعني زي ما احنا شايفين كده بتبقى متفرعه، وطبعا ليها سي وود اودر اند سالاين ميوسوليجينس تيست. ميوسوليجينس تيست يعني معناها ان فيها ميوسوليج سبستنس اسمها الالجين، زي الموجوده فين في الفوكس، فيها مينرالز وفيها بودي سكرات بيسموه اللامينارين ان اديشن تو الايودين. طبعا نفس استخدامات الفوكس بتستخدم في البريباريشن اوف الجينيتس و تو ريديوس الاوبوزيتي، وبتستخدم كمان ان تابلت مانيفاكتشرنج عشان خاطر الميوسوليج اللي فيها. في نوع تاني اللي هو الكراجين او بيسموه الطحلب الايرلندي او بيسموه الكوندراس او بيسموه الايرش موس. زي ما احنا شايفين ده الشكل بتاعه في الطبيعة وده الرسم بتاعه، بيبقى جاي من الكوندراس كريسبس فاميلي جيجارتينيسي، بيبقى موجود طبعا دي طحالب لازم تبقى موجودة على الشواطئ بتاعت الانهار سوري المحيطات والبحار. بيحتوي على الاكتيف كونستيتوينت اللي فيه عباره عن بيكتينز وده بولي ساكرايدز، كاراجينين ده ميوسوليجينس سبستنس فيها طبعا بروتينز ايودايدز برومايدز كالسيوم صوديوم اند مغنيسيوم. طبعا استخداماتها ديمالسنت ان كرونيك دايريا، ورد في البريباريشن اوف نيوترينت جيلي، وديسنتجرانت ان تابلت مانيفاكتشرنج. دايما الحاجات اللي هي احنا قلنا يعني ايه ديسنتجرانت، ان انا لما اخد القرص ببقى محتاج حاجه تمتص الميه وتزود الحجم بتاع التابلت، فعشان كده يحصل له ايه، يحصل له ديسنتجريشن. يمكن من ضمن برضه ليه استخدام تاني اللي هو الكراجين في بيستخدم في اللابوراتوري في اثناء التجارب على الفئران، عشان ايه بيتحقن هايبوديرمال عشان يعمل ايه اندكشن اوف انفلاميشن. خلاص يعني هو اول ما بتحقنه انت داخل رجل الفار بيعمل لك زي سويلنج كده او جزء منتفخ، الجزء ده انا كده عملت اندكشن فور انفلاميشن تمام، وبعد كده بدي الدواء بتاعي اللي المفروض ان هو بيعالج الانفلاميشن اللي هو ليه انتي انفلاماتوري، وبلاحظ الديكريز ان دايمتر بتاع الايه الانفلاميشن اللي حصل ده بالكراجين. يعني بيقول استخدام لابوراتوري انه بيعمل اندكشن فور انفلاميشن. النوع الثاني اللي هو الفنجاي، انا اخد الفنجاي انا اخد الارجوت، يمكن ده زامبل هنقول عليه ونتكلم عليه، اللي هو بيبقى سكلوروتيوم اوف كلافيسيبس بربوريت. لا السكلوروتيوم ده عبارة عن السوليد بارت بتاع الفطر ده وبتاع الفانجاي اللي هو الارجوت، ويمكن سموه كلافيسيبس بوربريا لاني زي ما قلت لك لونه بيبقى بيربل. خلاص يبقى السكليروتيوم ده الجزء السوليد بتاع مين، بتاع الفطر. بينمو فين ده؟ بينمو في الاوفري بتاع الري بلانت سيكيلي سيريال فاميلي جرامينا، يعني بينمو هو دايما في نبات الشعير وكمان في نباتات القمح، وخاصة في البلاد اللي هي بتبقى فيها درجة الحرارة منخفضة في فصل الشتاء زي أوكرانيا وروسيا. خلاص ده طبعا مثال، ادي الفروتس بتاعة القمح او بتاعة الشعير. نلاحظ هنا ايه، ان ده الارجوت اهو موجود طبعا بيبقى بنسب مختلفة وبيبقى واخد لون ايه، لون بيربل. ده اللي هو السكروتيوم اللي هو بيبقى عامل زي حبة القمح وحبة الشعير بالظبط، بس بيبقى لونها ايه، لونها بيربل. الحقيقة يمكن الارجوت خطورته في ايه، اولا هو توكسيك فيري توكسيك، وفي مجموعة من الاكتف كونستيتوانس خلاص عبارة عن الكالويدز. يمكن سمعنا قبل كده عن القمح اللي بيبقى غير مناسب لاستخدام الادمي، يبقى جاي من اوكرانيا ومن روسيا الدور الباردة دي ان بينمو فيها الفطر، تبقى ظروف ملائمة. يمكن الحمد لله احنا مبيبقاش موجود عندنا في مصر في القمح او الشعير لان الجو عندنا بيبقى دافي. فبيقول لك ايه، يعني لما بتسمع انت عن مقولة ان القمح غير صالح لاستخدام الادمي او جت شحنة قمح لا قدر الله فيها مش عارف مشاكل او ايه، فبتبقى بسبب ان نسبة الكلافيسيبس بربورية ده او الفطر بتبقى ايه اعلى
من النسبة المسموح بها. طب ايه الخطورة بتاعتهم؟ الالكالويدز دول not affected by heat، يعني واحد يقول لك طب ما العيش ده او الخبز اللي بيجي من القمح اللي فيه نسبة عالية من الارجوت بيخش داخل الفرن وبدرجة حرارة عالية، لا ما بيت... وبيتكسر، لا ما بيتأثرش. الحتة التانية اني بيبقوا توكسيك ان سمول دوز، تمام، ان سمول دوز، فانت مع الريبيتد يوز او الريبيتد ايتينج اوف بريد كونتامينيتد وذ ايرجوت الكالويدز هتعمل لي طبعا مشاكل كتيره جدا هنقول عليها بعدين. المهم ان الالكالويدز دول بيعتبروا من الاندول جروب، بيتقسموا الى الميجور الكالويد عباره عن 12 او 12، بيتقسموا الى 6 ايزومريك بيرز، يعني هم في ايه، في كانهم 6 بيرز، 6 في 2 ب 12، وكلهم بيبقوا عباره عن جايين من الليزيرجيك اسيد والال ليزيرجيك اسيد. هما بيبقوا طبعا ووتر سولوبل الكالويدز اللي هم زي الارجوتامين، تمام، الارجومترين سوري والارجومترينين، انما الريميننج 5 بيرز بيبقوا ار ان سولوبل ان ووتر. يمكن نلاحظ حاجه هنا، احنا البير الاولاني اللي هو الارجومترين والارجومترينين، لو تفتكروا خدنا في الالكالويد احنا قلنا لو بيكون في اديشنال اي ان اي في اخر الالكالويد ده بيبقى ايه، الكالويد ليس فارماكولوجيكالي اكتف عن الالكالويد الاساسي. يعني لو قلت لك مين فيهم ووتش از مور بيولوجيكالي اكتف، الارجومترين او الارجومترينين، يبقى هي مين، الارجومترين، وده بيبقى ووتر سولوبل. الفايف بيرز الاذر فايف بيرز زي مثلا الارجوتامين والارجوزين والارجوكريستين والارجوكريبتين والارجوكرينين بيبقوا ووتر ان سولوبل. خلاص، طبعا عشان هي لونها بيربل فتلاقي فيها ريد كالرنج ماتر اللي بيسموها سكليرسرين، اند يلو وان بيسموه السكالونيك اسيد، فيها فيكسد اويل وفيها طبعا اذر الكالويدز، فيها طبعا امينو اسيد زي التيرامين والهيستامين والبيتين اند استايل كوين. الاكشن اند يوزز، يمكن زي ما قلت لك ان الارجوت ليه على الرغم ان هو توكسيك ولكن ليه وايد رينج اوف بيولوجيكال اكشن، خلاص، وخاصه استخداماته بتبقى دايما على النيورو ترانسميشن على الاعصاب وعلى السيركوليشن. ليه؟ لان هو بيبقى له فازو كونستريكشن اكشن، فالفازو كونستريكشن اكشن بتاعه ده بيخليه بيستخدم في التريتمنت اوف مايجرين، خلاص، يبقى هو مع الكافيين بيعالج الايه، المايجرين. طب مين الالكالويد اللي بيعالج المايجرين؟ اللي هو الارجوتامين، والارجوتامين يوز ان تريتمنت اوف مايجرين، مايجرين اللي هو صداع النصفي، خلاص. طيب الارجومترين، خلاص، بيستخدم لو ان ليه سترونج افكت على اليوتراين ماسلز، يعني بيعمل كونتراكشنز لليوتراين ماسل، نتيجه لعمليه الكونتراكشن دي على عضله الرحم فهو بنقول ان هو ليه اوكسيتوسيك لايك افكت. ومعنى اوكسيتوسيك لايك افكت ان هو بيشابه عمل هرمون الاوكسيتوسين، الاوكسيتوسين ده الهرمون اللي بيفرز في نهايه الحمل عشان يساعد او اثناء الولاده during labor to a to aid in delivery او in labor، خلاص، عشان كده هو يعني كونترا انديكيتد انه يستخدم في during pregnancy وخاصة في ال first stage. امتى انا استخدمه؟ عشان to aid delivery او to aid labor في اثناء الولادة في late stage لما يكون العنق بتاع الرحم يعني بدأ يحصل له opening، تمام. طيب برضه من ضمن الحاجات اللي هو بيستخدم in preparation of lysergic acid diethyl amide اللي بيسموه LSD25، وده بيبقى potent specific psychomimetic prepared من lysergic acid alkaloid دول، فده بيعتبر ايه neurotropic action، وبيستخدم اللي هو LSD25 hallucinating agent وبيعمل convulsion. في مستحضرات كتيرة موجودة في الصيدلية على فكرة، فيها مستحضرات من الايه، من الارجوت،
طب ايه زي ايه هتقول لي؟ هقول لك زي الميثورجين، والتركيز بتاعها لاحظ ان هي 0.25 مللي جرام، يعني تركيز ضعيف جدا، لان زي ما احنا قلنا لا توكسيك. في ايه المستحضرات التانية؟ طبعا الميثورجين ده يا اخوانا لو تفتكروا او الناس اللي قلت في الصيدلية، في منه حقن وفي منه ايه اقراص، زي ما احنا شايفين ادي الحقن اهي وادي الاقراص، ده تبع شركة نوفارتس. الاقراص بتبقى 0.125 مللي جرام، تخيل يعني ده النقط 0.25 مللي جرام، ده 0.12، انت عارف 0.125 يعني ايه؟ يعني تمن مللي جرام. طب بيستخدم في ايه؟ زي ما قلت لك الميثورجين دايما دكاترة النساء بيكتبوه في بعد عملية الولادة، بيبقى انت محتاج تو ستوب بليدنج اللي جاي من الايه من الرحم، فانت بتدي ده فبيعمل كونتراكشن للماسلز بتاعت اليوترس، فلو في اي كمية بلاد موجودة داخل الرحم بتطلع وبيوقف كده ايه البليدنج. بيستخدم طبعا في الابورشن، يعني قدر الله او يعني عشان كده هو بيعمل مشكلة، وخاصة الحقن. في من ضمن المستحضرات برضه اللي بتعالج الصداع زي الميتيوجرين ده والميجرانين، طبعا ده دخل جدول، والاميجران اللي هو ايه كان موجود بيعالج الميجرين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. النهاردة آخر محاضرة إن شاء الله في الهيرب اللي هي الثالوفايتس. الثالوفايتس يمكن هي لها اسم تاني أنا بسميها لورد بلانس، ودي يعني قديما كانوا بيصنفوها كجزء من البلانت كينجدم، ولكن دلوقتي طبعا في الحاجات دي أصبحت لها تصنيف تاني. فهي دي بيسموها جروب من الأورجانيزم اللي هم بيبقوا جايين من البلانت كينجدم، ولكن ما يميزهم ان هم نوت ديفرنشيتد في روت وستيم وليفز وفلاور، يعني هم بيسموهم اللور فورمز اوف بلانت. معذرة، بيقسموهم إلى ثلاث حاجات أساسيين اللي هم حاجة بيسموها الألجي والفنجاي واللايشنز أو اللايكنز. الاكتف كونستيتوانت فيها ميثيلوجينس سبستانس، احنا عارفين يعني وخدنا يعني ايه ميثيلوجينس قبل كده، يعني بولي ساكرايتس او هوتيري بولي ساكرايتس، اسمه الجين او بيسموه فيوسين، وده اللي هو الكالسيوم سولت اوف الجينيك اسيد. بتستخدم كمان وفيها كمان طبعا ان جايه من البحار والمحيطات، ففيها سولتس كتيره زي الايودايدز والكلورايدز اند برومايدز. طبعا بتستخدم في ايه؟ اول حاجة preparation of alginates. الالجينيتس دي يمكن تاخدوها في الصيدلانيات ان هي بتستخدم كاميلسيفاينج ايجنت، خلاص. برضه بيستخدم عشان وجود الميثيليج في طبعا زي ما احنا شايفين اهو في درجات معينة هنا اهو، دي درجة اقل شوية، دي درجة اقل، دي درجة اعلى، دي درجة طبعا في اللور ليمز اهي شايفين فاضي. حتى بيصيب كمان الانيمالز، يعني ممكن برضه لو في انيمالز اتغذت على الحاجات دي او الشعير بتبقى برضه ممكن تصيب الايه الانيمالز. يمكن دي انا حاططها كمعلومه ليك ان انت بتشوف، يعني بيقول لك المخبوزات اللي بتحتوي على نسب فيها دقيق ملوث بالالكالويدز ده ممكن تعمل ايه وايه وايه والكلام ده كله. الكونترا اندكيشن طبعا اكيد انا مش هستخدمه مع بريجننت، لان انا لو استخدمته مع بريجننت ممكن يحصل، ممكن حد يجي لك
واحدة حامل في الصيدلية تقول لك أنا عندي صداع نصفي، تروح مديها لأمي جيران، هتلاقيها إيه بعد شوية طبعا حصل عندها أبورشن. بريس فيدنج يعني الستات اللي بيرضعوا، and children under 10 years يعني الأطفال اللي أقل من 10 سنين برضه ما ياخدوش الإيه الحاجات دي. الناس اللي عندهم history أو تاريخ للضغط hypertension ما ينفعش، يعني هزود عنده الهايبرتنشن. هيباتيك او رينال ديس اوردرز مشاكل في الليفر او الكدني. كورونري انسفيشنسي اللي هو ايه قصور في الشريان التاجي. خلاص التست فور ايدنتيفيكيشن يمكن فيه تو تيست مشهورين جدا. التستات بتنقسم الى نوعين، ها ان انا عندي الفلور او الدقيق اللي فيه الالكالويد، انا بكشف عن الكادرنج ماتر. احنا قلنا في كادرنج ماتر اسمها سكليرسرين، فالسكليرسرين ده بيبقى بيدوب فين؟ بيدوب في الايثر. يعني انت لو جبت شويه دقيق فيهم نسبه من الكادرنج ماتر دي وعملت لها شيكينج خلاص مع ايثر، وتحط فيو دروبز من الديلوث سلفوريك اسيد وتعمل فلتريشن او ديكانت، بعد كده بتاخد الفلتريت وتحط عليه كولد ساتوريتد سوليوشن من صوديوم بايكربونات، هيدينا هنا ريد تو فايولت كولر از بروديوس في الاكواس لير. ده بسبب ايه؟ ده ما احنا قلنا ده الكادرنج ماتر اللي هي بتاعه السكروتيوم. انما السبيسيفيك تيست بقى بتاع الالكالويد نفسه اللي هو الفان ارك تيست. الفان ارك تيست ده بيستخدم ل تو ديتكشن اوف ارجوتوكسين جروب. تمام، فانت بتجيب الباودر او الفلور اللي موجود عندك وبتعمل له شيكينج مع سوليوشن من الصوديوم كربونات والكلوروفورم، بتشيل الكلوروفورم لير وشيك جنتلي ويز ليتل ووتر، بعد كده ترانسفير ذا كلوروفورم لير مع تيست تيوب، بتحط عليها الريجنت اللي هو اسمه بارا داي ميثايل امينو بيزالدهايد، بيدي لك ديب بلو كولر يبقى موجود في الاكوس اسيتيك لير. هناخد بعد كده اللي هو الفطر الثاني اللي هو اليست. يمكن اليست كلنا بنسمع عن اليست صح، اللي هي الخميره بالعربي. طب بتتكون من ايه؟ بتتكون من الفانجس اسمه ساكارومايسيس سايكم فاميلي ساكارومايسيس، والبريبريشن بتاعتها ان انت بتجيب الخميرة وبتنميها في يعني زي انكوبيتور او سكرين فلويد كونتيننج، يعني بتجيب فلويد بيحتوي على السكرين وبتحط معاه نيوترينت ماتيريال زي النيتروجينس ماتر او الانورجانيك سولت، وبتسيبها عند درجة حرارة 20 الى 25. هنا طبعا ده وسط جيد لان الخميره هنا يحصل لها ملتيبليكيشن عن طريق البادنج، وبعد كده هتلاقي اليست اصبحت عامله زي ايه زي كده القشطه من فوق، عشان كده بيقول لك سكيمد اوف من السيرفيس بتاع النيوترينتس ميديا اللي موجوده عندك، وبعد كده بتعمل لها دراينج، وهي ده الخميره اللي بتستخدم في البيكنج بروبرتيز او اللي بيصنعوا منها البيكرز بيكرز ييست. طبعا الاكتيف كونستيتوانت فيها بروتين بنسبه عاليه 13%، فيها اويل، فيها ديفرنت تايبس اوف انزايم زي الانزيميز والانفرتيز والمالتيز، فيها جلايكوجين وفات وارجوستيرول ده الستيرول الموجود في الفطر والزايموستيرول، وطبعا فيها فيتامينز وخاصة فيتامين بي. المين يوز بتاع اليست طبعا تعتبر source of a of vitamins. خلاص الدرايد ييست بتستخدم طبعا في many diabetic preparations. دراي ييست برضه او الديد سيل بتستخدم عشان يعملوا منها اقراص، يمكن في اقراص خميرة موجودة في الصيدليات بتتباع، طبعا هي بتستخدم لاغراض التخسيس، وفي ناس تانية برضه بتستخدمها لان اغراض التخسيس انت بتخليك تحس بالشبع لان فيها بروتينز وفيها فيتامينز وفيها وفي ناس تانية بتستخدمها كمان للايه لزياده الوزن، هي تفتح الشهيه.
تخلي بالك من ان بسبب الانزيمز الموجودة فيها وبسبب ممكن يحصل منها ايه، يحصل منها سنسيتيفيتي. يعني انا مرة شفت حد خد الخميرة دي جاء وش وارم والدنيا بايظة عنده خالص. من ضمن الفطريات يا اخوانا اللي هي بيسموها الانتيبيوتيك بروديوسينج فانجاي، فطر البنسلين. يمكن اول انتيبيوتيك اكتشف كان البنسلين، وده اكتشفوه من عفن عيش الخبز اللي هو كان عبارة عن ايه، عن الفطر اللي هو ايه اللي هو اسمه بنسيليا نوتاتم. ويمكن هتاخد انتوا الفطريات دي بالتفصيل مع قسم الميكروبيولوجي. هنا مثلا ده الشكل بتاع البنسيليا او فطر عفن الخبز. طبعا الاكتيف كونستيتوانت هنا المين اللي عبارة عن الانتيبيوتيك اللي بيسموه البنسلين، وده انستيبل اسيد صوديوم اند كالسيوم سولت اوف بنسلين ار بريبيرد، وهو اللي بيستخدم طبعا في الانترا ماسكولار ادمنستريشن. يبقى هو مين اللي بيستخدم البنسلين في الانترا ماسكولار ادمنستريشن. في بعد كده نوع تاني اسمه بنسلين جي، ده اللي هو اللي هي الهايست انتيبيوتيك اكتيفيتي او اعلى واحد من انواع البنسلينز. البنسلين احنا عارفين ان انواع البكتيريا تبقى فيه جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، فهو البنسلين بيبقى مور اكتف اجينست جرام بوزيتيف ايه بكتيريا. خلاص. طبعا في اكتر من فطر تاني غير فطر عفن الخبز، زي في مثلا الاكريمونيوم كريزوجينوم، ده اللي هو كان طلع نوع تاني من انواع من الانتيبيوتكس اللي بيسموها السيفالوسبورين. والسيفالوسبورين ده يعتبر يعني اعلى شويه من البنسلين. خلاص. ويعني احنا كنا دايما بنسمع ان البنسلين يا اخوانا بيعمل اليرجيك رياكشنز، ولذلك لازم تعمل تيست الحساسيه بتاعته او الاليرجيك رياكشن بيفور ايه بيفور انجكشن. من ضمن الحاجات برضه اللي هي فنخلي بالنا من موضوع الايه، موضوع الالرجي. السيفالوسبورين ده بيعتبر زي ما قلت لك نوع او نيو جينيريشنز من البنسلين. طبعا دلوقتي في انتيبيوتيك كتيره جدا وجينيريشنز كتيره جدا، ولكن طبعا لازم نخلي بالنا احنا كصيادله يا اخوانا من عمليه الاستخدام السيء للانتيبيوتيك. ما ينفعش اخد قرص انتيبيوتيك، ما ينفعش اخد اقص الانتيبيوتيك، لازم الجرعه تتاخد كامله عشان ما يحصلش ريزيستنت. ما ينفعش ادي حقنه واحده، لازم ياخد على الاقل 3 ايام، وعلى الرغم ان في بعض الانفكشن بتبقى محتاجه 7 ايام انتيبيوتكس. خلاص. في فطر تاني اسمه البنسيليوم جريزوفولفين، ده بيطلع لي ايه انتيبيوتيك اسمه جريزوفولفين، ده لو ان هو لي انتي فانجل اكتيفيتي، مش انتي ميكروبيال او انتي بكتيريال، لا دي انتي فانجل اكتيفيتي، بيعالج الانفكشنز اللي هي فانجل انفكشن اللي بتصيب السكن او الهير او النيلز. في برضه فطر اسمه الفيسوديوم كوكسيديوم، ده بيدينا انتيبيوتيك مشهور جدا اسمه الفيسوديك اسيد. الفيسوديك اسيد ده عباره عن ستيرويد اسيد، وده اكتر لو ان هو اكتر حاجه افكتيف بتعالج اللي هو الايه البنسيلين ريزيستنت سترينز من الستافيلوكوكس اوريوس، وده يمكن موجود في مستحضرات الصيدليه زي الفيوسيدين والفيوسيزون والفيوسيتوب، مستحضرات كتيره جدا فيها الفيوسيديك. هناخد بعد كده اللي هو الفطر الثاني اللي هو اليست. يمكن اليست كلنا بنسمع عن اليست صح، اللي هي الخميرة بالعربي. طب بتتكون من ايه؟ بتتكون من الفانجس اسمه ساكارومايسيس سايكم فاميلي ساكارومايسيس، والبريباريشن بتاعتها ان انت بتجيب الخميرة وبتنميها في يعني زي انكوبيتور او سكرين فلويد كونتيننج، يعني بتجيب فلويد بيحتوي على السكرين وبتحط معاه نيوترنت ماتيريال زي النيتروجينس ماتر او الانورجانيك سولت، وبتسيبها عند درجه حراره 20 الى 25
هنا طبعا ده وسط جيد، لان الخميره هنا يحصل لها مالتيبليكيشن عن طريق البادنج، وبعد كده هتلاقي اليست اصبحت عامله زي ايه، زي كده القشطه من فوق، عشان كده هو بيقول لك سكيمد اوف من السيرفيس بتاع النيوترينتس ميديا اللي موجوده عندك، وبعد كده بتعمل لها دراينج، وهي ده الخميره اللي بتستخدم في البيكنج بروبرتيز، او اللي يصنعوا منها البيكرز بيكرز ييست. جيدة. عيش الغراب او المشروم ده من ضمن الفطريات برضه. طبعا عيش الغراب فيه زي ما احنا عارفين، او المشروم فيه حاجات كتيرة بتبقى ايديبل، يعني حاجات بتتاكل، وفي حاجات بتبقى بويزونز او بيسموها بوزونس. زي ايه؟ طبعا زي النوع الاول اللي هو الاماناتا، امانيتا روبيسنس، دي طبعا بتبقى ايديبل. النوع الثاني زي الفلويدز، اماناتا فلويدز، ده بيبقى توكسيك وبيسبب حاجه بيسموها ديث كات. الامانيتا ماسكارا دي بيسموها فلاي اريليك، دول كلهم طبعا بيبقوا توكسيك، لان بيطلعوا بيبتايد بيسموها الاماتوكسينز والفالاتوكسينز، ودول بيبقوا توكسيك ايجنتس، بيعملوا له مشاكل على مستوى الاعصاب، بيعملوا له هلوسينيشن، وبيعمل ايه سايكيك سيمتومز. اخر حاجه في نوع الطلوفات اللي هو اللايشنز بيسموها، او اللايكنز، ده زي الستراريا او بيسموها الايسلند موس. ده بتبقى اللايشنز دي يا اخوانا، دي بتبقى يعني حاجات بتنمو على الاشجار، تمام، نتيجه لهطول الامطار بكميات كبيره في الدول الاوروبيه، فهتلاقيها بدات تنمو الحاجات دي. هنا مثلا ده الشكل بتاع البنسيليوم او فطر عفن الخبز.